السياسيين الأستاذ أحمد مقلد. أستاذ أحمد مساء الخير فندم. ضيفك وبالسادة المشاهدين أهلا بحضرتك. إيه شفتوا النتيجة إزاي كتنسيقية وكنتوا مركزين على إيه علشان في الإعلان النتيجة الرسمية كان إيه محل تركيز بالنسبة لكم؟ والله إحنا على مدار أيام الانتخابات وقبلها كان في دولاب عمل مستمر داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. نعم. سواء لك للمرشحين اللي خاضوا الانتخابات باسم التنسيقية من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر، أو من خلال غرفة المتابعة المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعة العملية الانتخابية، أو من خلال حملات الدعاية اللي أعتقد اتكلمت فيها مع حضرتك قبل الانتخابات بفترة. التنسيقية فازت بكم مقعد؟ النهاردة تم إعلان فوز التنسيقية بخمس مقاعد. خمس مقاعد، ده كان يعني ده اللي انتوا كنتوا بتستهدفوه؟ مرحليا احنا شايفين اللي هي حاجه مرضيه جدا بالنسبه لنا. مرضيه النتيجه كده مرضيه بالنسبه لكم. تمام. طيب يعني معنى كده انه انتوا شايفين لو كنت انتوا بترهنوا فردا يعني على 10 مقاعد فردا، انا بدي فرد، فالخمسه مرضي ل لان احنا اعتمدنا في قرار خدنا للانتخابات على قرار الجهوزيه والكفاءه اللازمه لهذا المجلس. نعم. فلما صدر قرار من جموع التنسيقيه واعضاء التنسيقيه بترشيح اعضاء، رشحنا وفقا لاسس علميه قادره على الاطلاع بمهام هذا المجلس، لان انت زي ما حضرتك تعلمي يقينا ان هذا المجلس محمل باختصاصات محدده جدا وغايه في الاهميه جدا. فبالتالي حينما تم الترشيح كان ترشيح وفقا للكفاءه، فكان بالنسبه لنا الخمس مرشحين في مختلف المجالات اعتقد هيقدموا نموذج رائع تحت قبه البرلمان. هل في ملفات محدده، سؤالي الاخير لحضرتك، محدده من قبل التنسيقيه انتوا كتنسيقيه مجهزينها لاعضاء التنسيقيه اللي ينجحوا في مجلس شيوخ؟ الملفات دي هنتكلم فيها احنا كتنسيقيه؟ في دولاب عمل مستمر. المتابع لاعمال التنسيقيه احنا بنتعامل بشكل مؤسسي جدا. نعم. في غرفه عمل هتبقى خلف اعضائنا في مجلس الشيوخ هتحملهم بافكار واراء ومشاريع ونقل تجربه التنسيقيه تحت قبه الغرفه الثانيه لمجلس اعتقد هتبقى حاجه مميزه جدا. بالاخص اللي احنا شايفين وعي كبير جدا من المواطنين، احنا شايفين عمليه انتخابيه هي الاعلى تصويتا للغرفه الثانيه في تاريخ مصر. تمام. يعني ما وصلتش نسبه ال 14%. ده وانا طالعه النهارده تحديدا عشان كل شويه اقول للناس قبل ما السوشيال ميديا تشتغل، وانه يا جماعه لما تقارنوا قارنوا بمجلس شورى الاخوان 2012. كان 7% تقريبا. بالظبط كده. تمام. يعني في اعلى حالات احنا فيها. نعم. في اعلى حالات الزخم كنا بنوصل ل 7% 5% عدد اكبر عدد اقل. أي. لكن النهارده النتيجه التي اعلنت بتقول ان الغرفه الثانيه حازت اكبر درجه من درجات الاقبال بنسبه تفوق ال 14% تقريبا. صحيح. 14 و22%. صحيح. ونسبه الاصوات الصحيحه فيها وصلت لفوق ال 85%. وده في حد ذاته انجاز، لا سيما انك بتتكلمي في جائحه عالميه زي جائحه في ظروف كورونا، خاصه وظروف استثنائيه عاليه جدا. نعم. بالاخص ببعض الاماكن الحدوديه طبعا. والله كان على مصر كلها. والله يا استاذ احمد يعني ظروف الطقس كانت على مصر كلها. ولازم بشكل واضح نسيت بحاجه مهمه جدا. الهيئه الوطنيه للانتخابات قامت بدور بارز جدا. لازم احييها على هذا الدور. صحيح. القوات المسلحه والشرطه المدنيه والقضاء ايضا، الهيئه الوطنيه للانتخابات أيضاً. كانت بتمثل كافه القضاء، عشان كده انا وجهت لها الشكر في البدايه. صحيح. في دور بارز جدا لمسناه سريعا، لان انا وقتي للاسف عندي كذا حاجه لازم اوضحها للناس. يعني اخيرا حابين نشكر اداره الطب الوقائي في وزاره الصحه لانها قامت بدور هام جدا. صحيح. بشكرك وبشكر الساده. بشكرك ومبروك لاعضاء تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين اللي خلاص نجحوا في انتخابات مجلس الشيوخ.
أي قبل الخبرين التانيين اللي أتمنى إن الوقت يكفي أناقش حضراتكم، أناقشهم لحضراتكم. خليني بس